خليني اسالك على الحشائش اللي انت كنت خايف منها السنه دي، وعشان كده رحت للشورى وقلت لهم انا عايز اكافح الحشائش، وجابوا لك السانوس. عايزك تقول لي ايه الحشائش والنتائج عامله ازاي عندك؟ الدنيبه وبروبه طبعا، الحشائش ديت كانت تعبانه بقالها كام سنه، تعبانه حتى نرش ما كانش يجيب نتيجه. فطبعا السانوس بصراحه يعني اول سنه نرش السانوس نتائجه يعني بصراحه فوق الفوق يعني 100%. رشناها طبعا لقينا نتيجه ما فيش بعد كده. رشتها في عمر قد ايه؟ عمر 17 يوم. عمر 17 يوم. الكميه اللي رشتها قد ايه في الفدان؟ الفدان لتر سانوس مع نص اب جلي. نص سانوس لتر سانوس، لتر سانوس مع نص اب جلي. ده مبيد تاني. طب ليه استخدمت مبيدين مع بعض؟ عشان لتر سانوس بيجيب الدنيبه وبرقبه والهيش، انما الثاني طبعا بيجيب العجير وحلق الهبله معنى كده ان مشهور عامله لكم مجموعه كامله لمكافحه اي نوع من انواع الحشائش اللي ممكن تاثر على انتاجيه المحصول، صح كده؟ مظبوط.